يا باشا بيوزعوا فلوس باشتخاخ، الناس دي كلها اقسم بالله اشهر اي محل كده اي واحد يقول له انت خدت ايه؟ تعالى انت جايبني يقول لك لا اديني 50 جنيه لسه 50 جنيه ده من مين يا باشا؟ يا باشا مين جمع هو جمع مين مالين المصلحه؟ في السيارات كلها ما اقصدش يعني انا عاوز افهم مين اللي بيدفع ومين اللي بيدفع؟ يا باشا مين اللي بيدفع بقى؟ مين اللي مصلحه؟ اولا معلش سعيد ياسين معاك فلوس ومش هيدفع تمام معايا اللي عاوز يديكم ما هيدفعوا هي دي القضية ولا احنا نطلب مثلا لا طب انت هل انت شفت سعيد حاجة كتير هو النهارده بيغلط في غير كاسة؟ ها؟ شهادة لله؟ اه انا بجل يا باشا انا كنت شايف الموقف حضرتك الدور اللي حضرتك بتقوم بيه هنا ايه؟ انا مراقب هيبقى مترشح ده او المواطن اللي قلبه بعضيها الفلوس ده انا اللي بعد كده يطلب من الناس خدمات حضرتك رصدت رشاوي طبعا رصدنا كتير كل ده كتبنا في تقريرنا كام يا فندم؟ لحمه يعني المواطن الصوت بكام؟ الصوت وصل 150 جنيه في حشيش بيتوزع؟ نعم سمعنا ان في حشيش بيتوزع لا انا دي ما اعرفهاش تمام شكرا